ناخد رأي المصريين في الخارج على هذه الخطوة اللي طبعا من بعد إقرارها أو من يوم إقرار هذه الخطوة الخاصة باستيراد السيارات في الخارج للمصريين الأفراد، سيارات الركوب، وطبعا هتبقى مدتها 4 شهور، مبادرة استثنائية أو قانون استثنائي. فأعتقد دلوقتي المصريين في الخارج كل واحد بيفكر يشوف هيعمل إيه. برحب بالأستاذ علاء سليم، أمين عام اتحاد المصريين في الخارج. أستاذ علاء مساء الخير، أهلا بحضرتك. مساء الخير استاذ عمرو، على حضرتك وصف البرنامج والساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. شفت القرار ده ازاي والمصريين في الخارج من خلال رصدكم يعني شايفين الخطوه دي ازاي؟ انا الحقيقه شايف القرار بشكل ايجابي. طبعا هو بدايه هو مطلب للمصريين في الخارج من زمان الحقيقه، من اكثر من 20 سنه واحنا بنتكلم عنه. وده تلبية لدعوة او لرغبة المصريين في الخارج ان هو يتملك سيارته او يبقى له حق في ان هو يتملك سيارته او يعود بسيارته بدون رسوم مرتفعه. القرار طبعا او القانون يعني الحقيقه هيبقى له يعني مردود كويس هينعش الاقتصاد المصري، ما فيش شك، بتحويلات كثيره من الراغبين من يعني استرجاع سياراتهم، وبيحقق لهم رغبه يعني جيده وبينمي روح الانتماء والولاء. تمام، هي طبعا بحد اقصى 3 سنين ملكيه يعني موديل 3 سنين ورا. بالنسبه للمالك الثاني والمالك الاول الحقيقه في اي وقت بينزل برضه بيستفيد بالزبط. المالك الثاني او اي مالك بيبقى 3 سنوات زي ما انا سمعت مع السفير نادر سعد اللي هو قال كلام حتى بالنسبه لي انا كان جديد وبالنسبه للمشاهدين. وانا ببادلك استاذ عمرو الحقيقه نفس امنياتك، اللي كنت اتمنى ان المبادره تكون اطول من 4 شهور والاستفاده تبقى اطول من سنه. الحقيقه ده الكلام الجديد بقى اللي انا بسمعه لأول مرة، وأنا بسمع مع حضرتك دلوقتي يعني نبني جزء من الاستغراق زي ما حضرتك برضو بديت ساعتها. نتمنى يعني نتمنى لو في خطوة تاني بعد ال4 شهور، ليه لأ؟ يعني ليه لأ؟ وأعتقد الناس مش عندها مانع يعني إنها تحط قيمة الضرائب والجمارك والقيمة المضافة والأمور دي تحطها وديعة دولارية 5 سنين، يعني حاول دولار من البلد اللي هو فيها 5 سنين في الحساب ده ويستردهم بعد ال5 سنين بحساب العائد الجنيه وقتها. يعني استاذ عمرو خلي بال حضرتك ان هناك برضه خبراء لدى المصريين في الخارج واتكلموا الحقيقه وعملوا مؤتمرات واتكلموا وانا مش عارف الحقيقه العلاقه المباشره ما بين تطبيق القانون ده مع صناعه السيارات في مصر، لان الشريحه مش هي الشريحه المستهدفه. يعني صناعه السيارات في مصر لها شريحه هي المصريين المقيمين في مصر، لكن اللي بيرجع سيارته ده مش هو الشريحه المستهدفه من صناع السيارات في مصر ولا ليها تأثير. بس يخشى عشان لو اتفتحت ممكن تضر. يعني لو اتفتحت ممكن تضر. هي رؤية هي رؤية، لكن الحقيقة هي برضو فترة 4 شهور يعني أتمنى عند مناقشة القانون بشكل نهائي أن يتم مراعاة كده، لأن طبعا 4 شهور فترة مش كافية، قليلة جدا. أنا استغربت زي حضرتك بالضبط. أتمنى طبعا أنها يعني يعاد النظر فيها، لكن ما فيش شك أني طبعا يعني مشروع القانون هائل ورائع، ولو حتى حل جزء من المشكله مظبوط فده في حد ذاته ده شيء يعني شيء جميل جدا. المصريين في الخارج هو اللي عايز يرجع عربيه قدام 4 شهور، يعني 1000 مليون اي رقم هيقدر ينزل عربيته يعني، فحضرتك واخد بالك. هو ما خلاص هو ما فيش حل ثاني. احنا نتمنى ان يتم مثلا يعني اعاده النظر على اساس يبقى فيه الاستفاده طبعا في اي وقت وفي اي زمان وكده، ولكن اذا كان هذا هو المتاح فليس بالامكان يعني. ولكن في العموم شايف ان ده يعني لاقى استحسان من المصريين في الخارج من خلال رصدكم كاتحاد عام. زي ما حضرتك قلت ان في السوشيال ميديا بتضج بالفرحه، وهناك يعني فرحه عارمه، لان زي ما انا قلت لحضرتك ان ابناء الخارج دايما بيبصوا للجاليات الثانيه اللي بترجع سيارتها. والحقيقه انا شايف برضو ك يعني احد العاملين في هذا المجال اني يعني ده حق، يعني انا سيارتي قديمه فلو رجعتها بحط ثروتي كلها اللي انا كونتها في خلال طول السنوات عشان ادفعها مجرد جمرك وهي قديمه، فما ينفعش لا نافع ابيعها ولا نافع اعود بيها. فطبعا ان ينظر بهذا بهذا القرار بالشكل ده، فده طبعا دي الامنيه اللي احنا كنا بنستهدفها من الجمهوريه الجديده، وده نتيجه المطالبه وده شيء جيد. وانا شايف ان يعني يعني القانون يعني بيؤدي الغرض ولو مؤقتا منه، وده رائع. وانا في هذا الصدد استاذ عمرو من خلال حضرتك اسمح لي برضه ان انا يعني اهني سعاده السفيره السابقه نبيله مكرم اللي هي يعني بذلت مجهود في الملف ده وما تلاها
معالي السفيره سهى جندي، اللي هي طبعا حركت الملف، لانه الحقيقه تاخيره كان بيجيب نتائج سلبيه، واحنا دايما بنربط المكتسبات المصريين في الخارج بالانتماء وبالولاء وبالعقيده الوطنيه، وده شيء جيد، ودي مكتسبات مش بالضروره تكون في السياره في حد ذاتها، اكيد لا هي يعني رمز، يعني هي طبعا رمز. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ علاء سليم، امين عام اتحاد المصريين في الخارج، شكرا لوجود حضرتك معنا.